يا ابو ياه يا سباق خطير مع الوقت يخوضه طرفا الأزمة السورية، وفي انتظار رؤية بصيص النهاية أعداد القتلى كبيرة للغاية، دمار يلف المدن وأنباء عن وصول المنشقين إلى مشارف عاصمة القرار السوري دمشق. في ريف دمشق تشتعل المعركة بين المنشقين والجيش السوري النظامي، وأكد متحدث باسم الجيش الحر ماهر النعيمي أن حركة الانشقاقات والاشتباكات تكثفت خلال الساعات الماضية في مناطق ريف دمشق، ويقع بعضها على بعد حوالي 8 كيلومترات فقط من العاصمة، ما يدل على اقتراب المعركة من دمشق وفق قوله. وتحدث في المقابل عن هجمة شرسة لم يسبق لها مثيل لقوات النظام على مناطق في ريف دمشق القريب والغوطة الشرقية والقلمون ورنكوس وحما، تطاول المدنيين العزل والمنازل والأبنية. يوم الأحد حي بابا عمر، دبابات كي 72 يا عالم. الله حي بابا عمر. الله أكبر. هذا وقتل عدد من الجنود في هجومين منفصلين بعبوات ناسفة في ريف دمشق وجبل الزاوية. وعلى وقع الحالة الأمنية المتردية، تخرج التظاهرات في عدد من المناطق السورية بحماية عناصر من الجيش الحر، فيما لم ترهب العمليات الأمنية عشرات السوريين من الخروج في تظاهرات حاشدة في أحد ملائكة الحرية أطفالنا. وعلى وقع اتساع الأزمة في سوريا، برز تمايز كردي عبر طلب عدد من ممثلي الأكراد السوريين بإجراء استفتاء لتقرير مصيرهم بعد تغيير النظام، فيما رفض آخرون إقامة إقليم مستقل كالذي يتمتع به أشقاؤهم في العراق، غير أن تحركات المعارضة السورية كلها تصب في خانة التدويل. والمجلس الوطني السوري خصص الأحد لمحاولة التأثير في مناقشات مجلس الأمن عبر خطوتين: الأولى الدعوة إلى تظاهرات أمام السفارات الروسية في العالم للضغط في اتجاه تبني قرار يدين نظام الأسد، والثانية عبر توجه رئيس المجلس الوطني برهان غليون إلى نيويورك للضغط.